وللحديث أكثر عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق ورفضي الشعبي الكبير لا ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. حياكم الله أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك وعلى مشاهدي قناة صباح الدين الفضائية. حياكم الله أستاذ عادل. بداية، شبكة دوتشي فيلا وصفت تغيير قانون الأحوال الشخصية في العراق بأنه تهديد لحقوق المرأة والطفل. بداية، لماذا هذا اللغط على هذا المشروع لدرجة أنه أخذ لربما حيزا كبيرا من اهتمام المنظمات الدولية؟ ما المشاكل التي تكمن فيه؟ نعم، قانون الأحوال الشخصية النافذ الحالي هو من أفضل القوانين التي وضعت في الوطن العربي لحماية المرأة وحقوق المرأة. الحقيقة القوانين العراقية في كلها كانت تصب في صالح المرأة والطفل، لكن اليوم التعديل القانون يريد يبقي الحالة المرأة على الطائفية الشيعة والسنة، ويريد يقسم العراق. ولذلك هذا القانون يخالف اتفاقية سيداو التي وقع عليها العراق بالمساواة بين الرجل والمرأة والطفل. يعني هذا القانون هم مدى يفهمون أنه هذا مخالف للمنظمات الدولية اللي وقعت على هذه المعاهدة. فبهالحالة المنظمات الدولية تعترض على ما جاء بالتشريع بدون يشرعوه بالقانون العراقي الجديد اللي تقوده الأحزاب الدينية المتسلطة على السلطة، وهذا يخالف القانون العراقي اللي هو من أفضل القوانين في حماية المرأة وحماية الطفل وينطي حقوق. لكن اليوم هذا القانون الجديد اللي يردون يعدلون عليه تفقد المرأة بكل حقوقها من خلال بعض الفقرات اللي جت في عملية الحضانة وعملية رعاية الطفل وعملية النفقة. يعني النفقة لا تدفع إلا عند تمتع الرجل بالمرأة مرة ثانية. إذا هذا مو قانون يعني يدي كرامة للمرأة، هذا يحد من كرامتها ويذل من كرامتها ويسويها جارية من جواري السلطان القديم. فلذلك نشوف المنظمات الدولية والمهتمة في حقوق الإنسان ترفض هذا القانون أو هذا التعديل اللي الأحزاب الدينية بالعراق، وإن شاء الله ما يتم. طيب أستاذ عادل، هذا التركيز على تعديل مثل هذه القوانين المتعلقة لربما بالمرأة والطفل والتجاوز على حقوقها وترك القوانين الأساسية التي لربما يحتاجها العراق ويحتاج تنفيذها، خاصة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وإعطاء الحقوق لأصحابها وكل ما هنالك، التركيز على هذه القوانين لربما التي لا تحتاج إلى تعديل بالأساس وإنما هي مضرب المثل في هذه المنطقة، إلى ماذا يشير؟ يعني هذا الموضوع كله احنا دائما نتكلم به، انه الحكومه العراقيه ومجلس النواب العراقي بيغطي على بعض الامور اللي باجراء الراي العام في قوانين لا يحتاجها العراقي. اليوم البلد محتاج الى الكهرباء والى الماء، ومحتاج الى قانون النفط والغاز، ومحتاج الى قانون العفو العام للمسجونين ظلما وعدوانا من قبل المخبر السري وغيره والمحكوم بالاعدام. لكن نشوف انه يلتجئون الى قانون الاحوال الشخصيه في سبيل التغطيه على فشلهم في اداره الدوله. يعني هذا الفشل اللي موجود في التعليم وفي الامن، واليوم الامن انتم ما مستكبتكم في العراق. الامن كليه اليوم واحد اختاروه واليوم عائله، المخدرات ملت العراق ومدى سير اي شارع لها، ولحد الان تدخل المخدرات بالاطنان، وهذا عيب علينا. احنا بلد كنا لا نسمع باسم مخدرات ولا نعرف اسم المخدرات، لكن اليوم المخدرات بمدارس البنات المتوسطة والإعدادية ومدارس الولد، ونشوف الكل المتعاطين. لكن صدروا لنا قوانين في الحد من هذه الخراب اللي دي يتم بالبلد. يعني أفضل من أن تكون عملية التعديل لقانون من أفضل قوانين الموضوعة في الوطن العربي. يعني هذا الفشل اللي موجود الحكومي يغطوه في عملية
عملية إدعاج قانون نعتبره احنا فاشل، يعني من هسه فاشل، لانه اكو ضغط عليه واكو اعتراض عليه من قبل منظمات المجتمع الدولي وعليهم افتراء رفض من قبل لكن نعم استاذ عادل، بالمقابل هناك نواب يعني يؤكدون عدم صحة هذه الادعاءات، سواء ادعاء شبكة دوتشي فيلا او مجلة التايم الأمريكية التي تقول ان تغيير القانون قد يشرع فعليا زواج القاصرات والأطفال بشكل عام. هناك نواب ينكرون ذلك، لمصلحة من؟ القانون الموجود حاليا، القانون النافذ، يجيز زواج القاصر لعمره 15 سنه، يعني نعطي اذن للقاضي، نعطي اذن للقاضي بالزواج بالبنت اللي عمرها 15 سنه وتوفر بها الحاله البدنيه وبموافقه الولي، لكنه ما نعطى بعمر 9 سنوات. هم يريدون الزواج بالقاصر لعمر 9 سنوات، وهذه مو طفله بس، يعني هذه لا زالت تشرب حليب لحد الان. فهم الظاهر يحبون ان يعني يشيئون الى المراه من خلال تزويجها بهذا العمر. هذه طفله، لكن القانون يشوف القانون الوضعي الحالي، هو نطع اذن للقاضي من يشوف القاضي البنيه كبيره بالجسم وعمرها اكثر من 15 سنه. حتى قانون الاحوال الشخصيه في احدى مواده يقول من اكمل 15 من العمر وتزوجت بإذن القاضي تعتبر أهليتها كاملة، لكن اليوم من نقوله السنوات هذا جريمة بحق الطفولة في العراق ما موجودة في كل الوطن العربي. أستاذ عادل، هل ترى أيد إيرانية في يعني في التدخل بهذا الشأن؟ نعم، يعني اليد الايرانيه هي في سبيل تطميش الهويه العربيه للعراق، يعني دائما يجرهم الى مسائل المتعه وغير المتعه، لذلك اليد العربيه يريدون يفسدون المجتمع العراقي باي شكل من الاشكال، وهذا مع الاسف الحكومه تعرف لكنه تخاف من ايران وتخاف من المد الايراني اللي موجود بالعراق. اليوم العراق محتل، العراق اليوم ما بي اي سياده، محتل من قبل ايران ومحتل من قبل الكويت ومحتل من قبل تركيا وكل الدول طامعه به. اليوم الكويت يسرق النفط، وايران داخله طول عرض بينا، وتركيا نازله الى دوق نصف سيطرات وتقطع المي على العراق. احنا في وضع. شكرا. إذا أكتفي بهذا القدر معك، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.